أما بالنسبة لخط الوسط المنتخب الأرجنتيني، يعني زي ما قلنا دي بول متألق جدا الفترة الأخيرة، أثبت وجوده وأقنع سكالوني في أنه لازم يكون لاعب أساسي. دي بول لاعب فيرساتايل، يعني متعدد المهام، يقدر يلعب على اليمين، يقدر يلعب على اليسار، يقدر يلعب جناح أيسر، جناح أيمن، لاعب خط وسط، صانع ألعاب، رقم 10، يعني تقدر تستفيد منه أثناء المباراة في أكثر من مركز. وهذا حيعطي حرية لميسي. طبعا باريدس حتى هو أثبت وجوده، أنه ضروري يكون متواجد كأساسي. في خط وسط الدفاعي بوجود أغويرو ولوتارو مارتينيز في كقلبي هجوم يتبادلان المراكز، ويبقى ميسي حر الحركة، يختار اللعب في أي مكان يريد مع تركيزه على بقائه في الوسط. يعني ممكن ميسي يتبادل أثناء المباراة المركز مع أغويرو، وممكن يتبادل المركز مع لوتارو مارتينيز. يعني ميسي لديه حرية حركة أكثر من اللاعبين الآخرين في المنتخب الأرجنتيني. ميسي يستطيع التعاون والمثلثات مع أكونيا وتاجليفيكو، لوتارو مارتينيز، أغويرو، دي بول، إلا الجهة اليمنى ما أعتقدش أنها حيكون فيها ضغط المحاولة من الأطراف من الجهة اليمنى، إلا لو تقدم دي بول. يعني فلما يكون عندك ميسي حر الحركة، مهوش ملزم، مهوش يعني على سبيل المثال لو لعبت بميسي كرأس حربة تاني، فحتكون عليه رقابة وحتفقد الميزة اللي ممكن تستفيد منها من ميسي. فلذلك هذه هي أفضل تشكيلة للمنتخب الأرجنتيني اللي ممكن سكالوني يعتمد عليها في مواجهة منتخب البرازيل لتقليل الأضرار والحصول على أفضل النتائج. نجي نتكلموا على، أو قبل ما نتكلم على منتخب البرازيل، ما هي الأسماء اللي ممكن يعتمد عليها منتخب الأرجنتين كاحتياطيين؟ بصراحة الاحتياطيين على ضوء نتيجة المباراة حنشوف الاحتياطيين. يعني في حالة المباراة كانت نتيجتها مريحة بعض الشيء للمنتخب الأرجنتيني، ممكن نشاهد خروج ميسي ودخول ديبالا بديلا له، ممكن يخرج دي باول ويأتي بديلا له ريكاردو بيريرا، وكذلك ممكن خروج أكونيا ودخول لوسيلسو. وطبعا الأمر يعتمد عليه أحداث المباراة، شن يصير فيها من إصابات وشن يصير فيها من سيناريوهات تفرض عليه المدربين اتخاذ قرارات معينة. فلذلك الاحتياطيين يعني على الأغلب هذه هي الأسماء اللي قلت لك. معنا نجول للمنتخب البرازيلي، ولعل ما أعتقد أسماء كيدة واضحة من حيكون أساسي: أليسون، تياغو سيلفا، ماركينوس، داني لابس على اليمين، فيليبي أندرسون لو هو جاهز، فيليب لويز عفوا لو هو جاهز، ذكرني بفيليب أندرسون بتاع وستهام. المهم هو أرتور وكاسيميرو
كاسيميرو حيكون جاهز بعد يعني غاب المباراة اللي فاتت بسبب البطاقات الصفراء، حيكون جاهز. كوتينيو ايفرتون على الجهة اليسرى، اثبت مكانه على الجهة اليسرى. جيسوس كرأس حربة، وريتشارلسون لو هو جاهز حيشغل الجهة اليمنى، لو مش جاهز أنا ما أعتقد حيستخدم نيريز أو ويليام. وبصراحة أنا مفضل استخدام فرناندينو بدل كاسيميرو، لسبب وحيد، أن فرناندينو بسبب وجوده في مانشستر سيتي حيشكل ثلاثي رائع مع أرتور وكوتينو، حيساهم في نقل الكرة وتوزيع اللعب على الجهة اليمنى والجهة اليسرى بشكل أفضل من كاسيميرو. كاسيميرو طريقته أكثر شيء هي كقطع كرات فقط، يعني أكثر شيء. ولكن أنا ما أعتقد أن فرناندينو مش جاهز بدنيا، الأغلب حيكون كاسيميرو هو الأساسي. برازيل يعتمد على الأطراف أكثر شيء، ويعتمد على تبادل المراكز ما بين اللاعبين هذوما الثلاثة اللي هما إيفرتون، جيسوس وريتشارلسون، يعني ثلاثتهم يتبادلون المراكز. ممكن تشوف أي واحد منهم في أي مكان، لكن بداية المباراة حيبدو بالطريقة هذه، إيفرتون على اليسار وريتشارلسون على اليمين. وأنا ما أعتقد أكثر شيء ريتشارلسون وجيسوس هم اللي حيبدلوا أماكن في بعضهم أكثر شيء، وأخطر لاعب هو بصراحة ريتشارلسون، حيكون أكثر حركة وأكثر إزعاجا لدفاع الأرجنتين، لأنه حتصعب مراقبته لأنه حيتحرك في كثير من الأماكن. هو اللاعب اللي شبيه بميسي من ناحية حرية الحركة في منتخب البرازيل. كوتينيو حيعتمد على التسديد من بعيد وتوزيع اللعب وتحريك الأطراف، وحيساهم في الدخول لمنطقة الجزاء من حين لآخر، يعطى الإضافة الهجومية والتشكيل، يعني رأس حربة تاني. وهذا يعطيني فكرة أن منتخب البرازيل ممكن ما يعتمدش على الأطراف الدفاعية بشكل كبير بسبب المساحات اللي ممكن يخلفوها وراهم، واللي حتسبب لهم مشكلة في وجود الثلاثي اللي قلنا عليه، أغويرو وميسي ولوتارو مارتينيز. ممكن الجهة اليسرى ما جهاز ضغط كبير، لكن الجهة البرازيل طبعا، لكن الجهة اليمنى اللي فيها داني نالبس حنشاهدوا معاناة كبيرة، خاصة في وجود ريتشارلسون وحرية الحركة عنده. ممكن يستغلها كل من تاغلافيكو وأكونيا في استغلال المساحات اللي حيكون يعني دانيال بس يعاني في تغطيتها، ودانيال بس طبعا العمر عامل العمر حيحكم هنا، ما اعتقدش انه حي طول 90 دقيقة حيكون قادر عليه ايقاف خطورة الجهة اليسرى للأرجنتين.